أبيض يعني وايت، بص الأسفل داون، بني يعني براون، وانتو يا ناس يا هو أزرق يعني بلو. تعالوا بينا نتعلم الألوان مع نغم، صح؟ طيب ده ايه دوت؟ لون احمر. اسمه ايه بالانجليش؟ ها؟ ريد. بلاك. الاسود اسمه ايه؟ بلاك. اسمه ايه بقى؟ بلاك. ايوه تاني. ها؟ بلاك. امال دوت؟ ريد. وايت. يبقى ريد. ها ده ايه ده؟ قول يلا. ها يلا اسمها بلاك وايت براون بلو أورانج جرين بيربل. عارفة ده بقى اللي هو الايه؟ بينك يه ها؟ بينك. امال ده ايه ده؟ يلو. يبقى ريد. قولي يلا معايا. ريد بلاك وايت براون جرين لا بلو اورانج جرين بيربل بينك يلو. طبعا المفروض احنا هنا بنردد اكتر من مره، ومش لازم يتحفظوا في جلسه واحده، يعني ممكن كل يوم او يومين يتحفظ لون او لونين ونردد التكرار، وهنعرف فايده التكرار. ما تيجي بقى نسالك شويه اسئله يا نغومه. ايه هي ده؟ وات كلر؟ يلا ده يلو. ده يلو ده ها ايه؟ ها يلا احمر. احمر يعني ايه بقى؟ ريد. مش حافظه انت اغنيه عد فلوسك؟ يلا ها، فاكره؟ عد فلوسك عد، احمر يعني ريد. قول يلا ها، عد فلوسك عد. يلا انا عايزك تسمعيها وتحفظيها، انا حطيت الاغنيه دي. عد فلوسك عد، احمر يعني ايه؟ ريد. طب دي ريد اسمها ايه؟ ريد. طب وات كلر؟ يلا يلو اللي هي دي اهي. طب وات كلر؟ اورانج. يا شطور انت. وات كلر؟ ها ب ايه؟ بلو. طب وات كلر؟ ها اللي هي دي لسه واخدينها. ب ب ايه؟ بلاك. اسمها ايه؟ بلاك. طب وات كلر؟ يلا لا دي ابيض اهو، تبقى ايه بقى؟ ابيض. وايت. تبقى ايه؟ وايت. طب وات كلر؟ دي ها براون. براون. وات كلر دي بتحبي بينك. انت؟ ايوه بينك، دايما بتحبي اللون البينك انت. وايه دي؟ وات كلر؟ بيربل. عارفه البيربل اهي؟ ده بقى اسمه ايه؟ بيربل. وات كلر دي؟ انت بتحبي اللون ده كمان؟ ما تروح الحديقه كده بتلاقي بقى في الجاردن الحاجات لونها اخضر، جرين. جرين طبعا بنردد اكتر من مره ونخليه ما نسال. طبعا الكتاب مفتوح، المفروض الرسمه دي موجوده في الكتاب، المفروض بنفتح الكتاب ونحاول نخليه ايه يقول معانا كذا مره. طب انا اسال سؤال، وات كلر؟ شايفه البير دوت اللون ده بتاعه ايه؟ طلع الالوان اللي فيه، اللون ده ايه هنا؟ ده ايه ده؟ ده اهي شايفه الكلر ده؟ ها ايوه ايه؟ اصفر. اصفر اللي هو يعني ايه؟ اصفر. لا يه يه يلو. طب والحته دي شايفاها ديت لونها ايه؟ دي خضراء اهي، الاخضر اللي هو ايه؟ جرين. وكمان ديت. طب دي كده دي ايه دي؟ اورانج. لا براون. براون. طب نشوف رسمه تانية. أيوة. طب ده ايه ده؟ اوه جرين. جرين. ونشوف رسمه كمان. ها أيوة. دي ايه دوت؟ احمر.
احمر يعني ريد. عد فلوسك. احمر يعني ريد. شطورة. عايزين نعمل الوقت نلون، ايه رأيك؟ أيوة. هنمسك دلوقتي القلم وهخليك نفتح الكراسة بتاعتنا، ده لونها ايه؟ ريد. يبقى نلونها باللون ايه؟ ريد. ودي ايه؟ جرين. جرين. بلاك. وايت. يلو. براون. اورانج. بلو. وادي دي. طب ديت ايه بقى؟ الدك. دك يعني بطة. دك يعني بطة. البطة دي لونها ايه بقى؟ يلو. خلينا احنا بنتكلم في الانجليش مع عربي دلوقتي. يلو. ها وديا ريد. ريد. وديا جرين. جرين. وديت بلو. بلو. وديت اورانج. اورانج. وديت بيربل. بيربل. وديت بين. وديت براون. 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 ديت بقى السودا. سودا يعني بلاك. وديت ايه؟ جراي. جراي اللي هو اللون الرمادي. جراي. ودي ايه دي بقى؟ انا عارفاها. ابيض. ابيض يعني وايت. طب الالوان الالام ديت، انا اشاور على القلم وانت تقولي لونه ايه؟ طب وات كلر ده؟ وات كلر لونه اصفر. وات كلر؟ لا احنا عايزينه بالانجلش. وات كلر ده؟ ها ها يلو. يلو. طيب وات كلر ديس؟ احمر اهو. يبقى ايه؟ ريد. ريد. طب دي كده وات كلر بقى؟ لون جرين. وات كلر ديس؟ بلو. بلو. مفيش مانع، احنا بنساعده، مش احنا ما بنختبروش، احنا دلوقتي بنحاول، لان قلت اهم نقطة في البداية هي حفظ الالوان، لان هنستخدمها في حاجات كتيرة ولها دلالات ومعاني كتيرة هنعرف. امال دوت ايه بقى؟ لونه ايه؟ بينك. بينك. دايما بتحب انت اللون البينك. يلا امسك القلم وتعالي لوني الايه؟ المربعات دي. عد فلوسك. عد. احمر يعني ريد. عد يا ابو الملايين. اخضر يعني جرين. يا شيال شيلو. اصفر يعني يلو. وانت ياللي هناك. اسود يعني بلاك. واديهم على البنك. وردي يعني بنك. وبص لمين قريب. وابيض يعني وايت. بص الأسفل داون. بني يعني براون.